مرحبا بالجميع على قناتكم، قناة أحدث صيحات الموضة والأفكار والنصائح في الموضة، أربي فاشن موديل. مع أفكار جيدة ونصائح في الموضة للمساعدة على الحصول على إطلالة أنيقة وجذابة، وأيضا موديلات للمقاسات الكبيرة ربما تناسب مقاسك. نصائح حول حقائب الميني في الموضة. حقيبة اليد هي هذه القطعة التي تكمل أناقة كل فتاة، وفي الحقيقة لا تفشل موضة الحقائب في مفاجأتنا دوما، فمنذ سنوات ظهرت الحقائب الضخمة بشكل لافت للنظر. وخلال السنوات الأخيرة ظهرت الحقائب الميني، تلك الصغيرة الحجم بشكل مبالغا فيه، ولكن رغم حجمها الصغير إلا أنها أثبتت قدرتها على إضافة لمسة من الأناقة على إطلالات كل فتاة. حقيبة الباوش الميني. اختاري حقيبة الباوش الميني لتكون ضمن مجموعة الحقائب المتوفرة بخزانتك، ويمكنك اختيارها بألوان محايدة حتى يسهل تنسيقها مع مختلف قطع الملابس. فقط احرصي على أن تكون ذات خامة جيدة حتى لا تتلف سريعا. نصائح حقيبة البوكيت الميني. هذه الحقيبة مميزة للغاية، فشكلها المختلف يجعل الأنظار تتجه نحوها سريعا، ورغم أن حجمها صغير إلا أن تصميمها بهذا الشكل يجعلها مرنة لحمل أشياء عديدة بداخلها.